رح نكمل بريفور تاني كمان خاص عن دورة الراحل أنطوان غريب للفئات العمرية. بنشوف كمان تقرير مع زميلة أنطوني مشلاني. اختتمت دورة أنطوان غريب للفئات العمرية السنوية بنسختها الثامنة اللي نظمت تحت إشراف الاتحاد اللبناني لكرة السلة، وأتت النتائج بالبطولة على الشكل التالي. فئة ما دون العشر واثناشر سنة فاز فيها برينرز هوكس، فئة ما دون الأربعتاشر سنة ذكور فاز فيها هوبس، أما بالإناث ففاز تشامبس. فئة ما دون 16 سنة ذكور فاز فيها الهوبس، أما على صعيد الإناث ففاز تشامبس. وفئة ما دون 18 سنة ذكور فاز تشامبس بلقب البطولة. من دون شك مستقبل كرة السلة اللبنانية بيوعد بمستقبل مبهر، وهذا اللي عم نشوفه من خلال الطاقات والمواهب اللي عم تبرز حالها ببطولات الفئات العمرية يلي منهم دورة أنطوان غريب. أكونوا أكيدين أنه مستقبل اللعبة بألف خير.